اوكي. دلوقتي بقى هناخد حاجه موجوده عندكم في الكتاب اسمها كاستنج تكنيك او كاستنج تكنولوجي، اوكي. بس ده مش داخل في الامتحان، بس هو المفروض يتعطى في محاضره لوحده، بس طبعا نظرا لضيق الوقت فهيبقى اتاخد في السكشن ده والتاني خلاص مش هيتعاد تاني، اوكي. ماشي. الامتحان عندكم البوليمر والادهيجن والميتالرجي والكروجن من الترم الاولاني، حلو. عندكم سيراميكس وامبريشن وجبسم وجولد الوكس ودنشر. لا معلش الدنشر خدتهم اربع لغات الدنشر. الترم الثاني الحاجات الترم الثاني الامبريشن والسيراميكس والجبسم والدنشر، اوكي، والالويز لحد الجولد. البيز مش داخل لحد الجولد. الادهيجن مش هو خدتوه مره ونيم؟ امتحنتوا فيه يبقى خلاص. انا فاكره كان بعد البوليمر. خلاص يبقى ما دام امتحنتوه خلاص يعني يبقى بوليمر في ميتالرجي وكروجن بس. بعد البوليمر كده السيراميك كله خلاص. اتاخدت البورصه في 600 ليه؟ اوكي. ده في الجبسم. ما انا بقول الكروجن. انا كنت فاكره الاديشن بعد البوليمر. انتوا امتحنتوا فيه خلاص خلاص كده يا دكتور. بالنسبه طب الباقي الشباتر اللي احنا خدناها الترم الثاني دي ايه نظامها؟ الموديل والداي ماتيريال عليك. هو الموديل والداي بس هو جبسم. ما هو الموديل ده هو جبسم والله العظيم. يبقى انتوا اللي مش عليكم عشان يبقى سهل الموضوع. أيوة. اللي مش عليكم الكاستنج تكنولوجي ده مش داخل. ماشي. الانفستمنت مش داخل. ماشي. والنص الثاني بتاع ايه ده الانفستمنت مش داخل يا رب. يعني عايز ده هو جدول انت بتفكر في ايه؟ ده هو جدول. ايوه نفس الكلام نفس الكلام بتاع الترم الاولاني. الامتحان هيجي فيه كل حاجه كومبليت وام سي كيو وغلط بغض النظر. هو هيبقى الامتحان وتروح مش تاخد سكشن اليوم ده من الساعه 10 تيجي زي ما نمتحن وتروح. يلا بقى الكاستنج تكنيك دلوقتي هنعرف دلوقتي ازاي واحد اعمل له مثلا كراون او بريدج. واحنا هناخد على كراون بس عشان نسهل الموضوع. ازاي واحد اعمل له كراون من المعدن اي كان نوع المعدن ده، اوكي. هنعرف من اول ما يدخل العيان لحد ما ايه نسلمه الكراون ده، اوكي. انا اول حاجه بيجي لي العيان، اوكي، عنده سنه مكسور نصها عشان هنعمل الكراون بس مكسور نصها حاطه فيها كذا مره تركيبات سوري حشوات يحطها مرجع يحط كومبوز مش عارف ايه يقع. فالدكتور قال له مالكش الا انك ايه تغطيها بكراون، اوكي. فكان ده الحل الوحيد. فنعمل ايه؟ اول حاجه بنعمل بريباريشن جوه بق العيان. نعمل بريباريشن جوه بق العيان، بنخغر السنه طول وعرض وارتفاع زي ما قلنا قبل كده، ونحوش لها كل المعالم بحيث ما يبقاش فيها اي ايه اندر كاتس، ما يبقاش فيها اي حته ينفع ينزنق فيها الامبريشن، اوكي. وبعد كده بناخد مقاس العيان، اوكي، ونروح. المقاس طبعا بيبقى من الاول سكندري، ان احنا المفروض البرايمري بيتاخد قبل البريباريشن. البرايمري بيتاخد قبل ما نعمل بريباريشن اساسا بقول انا عشان ندرس الحاله. فاحنا بعد البريباريشن بيبقى سكندري امبريشن. حلو الكلام. خدنا السكندري امبريشن العيان يروح بنحط له طبعا غطاء حاجه مؤقته عشان سنه تبقى على الدنتين، بنبقى فارينا كل الانامل ما ينفعش اروحه الدنتين وهو ايه الاكل والميه والسائع والسخن هيوجعه جدا، فبنغطي له بحاجه مؤقته ويروح. واحنا ناخد الامبريشن نصبه بالايه بماده من المواد الموديل والداي ماتيريالز زي ايه ستون امبروستول اللي سكندري امبريشن. فبنصب نحط نطلع سكندري كاست على السكندري كاست. السنه دي بنشر حواليها بحيث اطلعها لوحدها في ايدي عشان يبقى اسمها ايه ساعتها لو سنه واحده بس موديل لسنه واحده يبقى اسمها داي. والشغل كله بيبقى على الداي. يعني انا الكاست كله بيبقى معايا بس انا بنشر السنه دي كده بالمنشار صغير واطلعها في ايدي واشتغل عليها لوحدها عشان اعرف بس اتحكم، اوكي. نيجي اول حاجه بنعملها عليها حاجه اسمها واكس باترون. زي ما قلنا بنعمل باترون. انا جيت رحت للخياط عايز افصل قماشه وريته التفصيله راح مسك شفاف كده وبيرسم عليه التفصيله قبل ما يوصل قماش يشوف والله المقاس ده حلو ومش عارف ايه الحته دي هتنفع الحته دي مش هتيجي الكلام من ده. نطول هنا نقصر هنا قبل ما يوصل قماش ويبوظه، اوكي. نفس الكلام احنا بنعمل باترون. والله طلع عشان ايه لو حته عاليه السنه حته واطيه حته مش عارف تخينه حته رفيعه الشمع نقدر ايه نظبط ونزود فيه بسهوله. فبنبدا ايه ننقط الشمع فوق الجبس ونرجع شكل ملامح السنه تاني اللي احنا ايه اللي بنيناها دي اللي انتوا بتعملوه بقى في الايه في الدنتشر دلوقتي نفس اللي بتعملوه في الدنتشر. بنحط بنقط بروكايه فوق الوجه ونبدا ننحت مثلا السنه دي فور او ابر فور نبدا ننحتها ونرجع شكلها للفور تاني ونبدا ناخدها ونحطها وسط زمايلها في الكاست كله ونشوفها لا والله عرضه شويه لا ضيقه شويه ونكبر تاني ونحط واكس لغايه ما نخلص الواكس بقى.
طيب الواكس باترن ده اللي انا عمال احكي فيه ده اسمه ايه؟ دايركت واكس باترن، لان كل شغله بره بق الايه البيشنت، كل شغله على الكاست. قال لي هو في انواع تانية غير كده في الواكس باترن؟ قال لي اه. قال لي ممكن يبقى دايركت، ان انا ممكن اشتغل جوه بق البيشنت مباشره، ان انا احط له رابر دام وادي له بنج واقعد نقط الواكس جوه بقه. اولا مضيعه للوقت ليا وللعيان، وثانيا ممكن يجي برضو مضمنش، ممكن سخونه الواكس تيجي في اي حته، يعني حاطه رابر دام وحاطه حمايه بس ممكن يتلسع برضو باي شكل من الاشكال، مفيش حاجه مضمونه. فده غير انه ممكن عين فجاه يعض يبوظ الدنيا، اوكي؟ فمرهقه ومش مفيده. هي فايدتها الوحيده بس انها بتبقى دقيقه، ادي بق العيان ودي واكس، اتحمينا من الغلطات بتاعه الامبريشن والغلطات بتاعه الجبس، يعني الدايمنشنال تشينجز اللي حصلت في الجبس او في الامبريشن انا اتحميت منها، اني يعني بشتغل دايركت بق العيان. دي الميزه الوحيده، انما طبعا ليها مساوئ ثانيه ومحدش بيعملها. قال لي في اسلوب ثاني، تكنيك ثاني اسمه دايركت اند ان دايركت تكنيك، ان انا ايه اخد مقاس العيان واصب كاست، اوكي، وبقى قاعده انا والعيان والكاست، اشتغل على الكاست شويه واخده قيسه في بقه وهو قاعد معايا، واشتغل تاني على الكاست بره عشان احميه يعني من ان انا انقط الشمع في بقه كده وارجع عليه تاني، برده مضيعه للوقت وللعيان. اكتر حاجه شغاله اللي هو الايه الان دايركت، اكتر حاجه ماشيه. يبقى الواكس باترن في منه ثلاث انواع، دايركت وان دايركت ودايركت ان دايركت تكنيك، اوكي. ادي ايه اللي استلسوا اول حاجه كوميشن باترن، يا دايركت يا ان دايركت يا دايركت ان دايركت تكنيك، اوكي. تاني خطوه، طيب خلصت الواكس، نيجي بقى لايه الخطوه اللي بعد كده. انا عايزه دلوقتي الواكس ده احوله لايه؟ لمعدن. خلاص الواكس ده والله انا عاجبني الشكل ده، هو ده الشكل ده بالظبط عايزه يبقى معدن. طيب انا دلوقتي عايزه اخده من على الكاست، وخلاص الكاست كده يعني مهمته ما انتهتش قوي، هنغزه عشان نتاكد من شويه حاجات، بس يعني مش عايزاه دلوقتي في الفتره دي، على عشان اعمل بروبر هاندلنج للواكس. في حاجه اسمها سبرو، السبرو ده عامل زي حاجه زي دبوس الشعر كده، حاجه رفيعه، اوكي، بمسك الواكس بيها واقدر اشيله، اقدر بس عشان اعرف امسكه، بدل ما امسكه بايدي يحصل له ايه، يحصل له ديستورشن يتفعص مني، اوكي. السبرو ده ممكن يبقى يا ميتاليك، ممكن تبقى حاجه معدنيه، ممكن يبقى بلاستيك، ممكن يبقى واكس برضو، واكس مبروم كده عامل زي العصيان، اوكي. وده اللي اكتر نوع بيستخدم السبرو، على فكره مطلوب منكم تعرفوا فيه السبروين، مطلوب منكم تعرفوا الماده اللي بيستخدم فيه منها ايه، بيبقى هولو ولا سوليد، يعني مفرغ ولا كله مصمت، اوكي، طوله بيبقى قد ايه، تخنته بتبقى قد ايه. لازم نعرف السبرو ده كله، لان هو يعني لو باظ السبرو مني او اختيار السبرو كان غلط بيبوظ لي كل عمليه الكاستنج، اوكي. يبقى اول حاجه عرفناها نوع الماده اهو، يا بلاستيك يا واكس يا متر. حلو الكلام. مين احسن حاجه؟ قال لي الواكس، الواكس احسن حاجه عشان هو نفسه زي الايه، زي الواكس باترن، فلما بحطهم عشان اسيح بيسيحوا على نفس ايه درجه الحراره هما الاثنين مع بعض. انما لو حطيت معدن، المعدن الاول لازم اسحبه قبل ما اسيح الواكس، لازم اسحبه من الكاستنج رينج، وهنشوف الكلام ده دلوقتي، لازم اسحبه من القط كده قبل ما اسيح الواكس، لانه هيعمل لي بلوكج، المعدن مش هيسيح، المعدن لازم ادخله عند 1000 وحاجه عشان يسيح، انما الواكس ممكن ادخله على 200 درجه مئويه يسيح، اوكي. فلازم اضطر اسحبه، السحبه دي ممكن تعمل لي ايه، ديستورشن في الواكس. قال لي البلاستيك بيسيح اه، بس على درجه حراره ايه، اعلى شويه من الواكس، فممكن يخليه الواكس على ما هو يسيح الواكس فوقيها يغلي، فالغليان ده ممكن يعمل لي اير بابلز في الايه، في الانفستمنت، الانفستمنت اللي هو اصلا انا بصبه حوالين الواكس ده بعد كده، فلما بيعمل لي بابلز في الانفستمنت واجي اصب انا معدن، فالمعدن هيطلع لي كله ايه، دوائر 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 قبب كده، لان بقى عندي خروم، فالخروم دي اتملت بمعدن، لما اجي اطلعها يعني اي حاجه خرمه هتتملي بحاجه هتطلع لي ايه، قبه. فلاقي الكاست طالع لي الدنشر او سوري الكراون طالع لي كله عليه بلسترز كده، قبب 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 فوق، وعلى ما اقعد اعمل فينيشنج بتاعها بوظ الدنيا، اوكي. فيبقى ايه احسن حاجه؟ الواكس. البلاستيك هيعمل لي ديستورشن، وال سوري الميتال هيعمل لي ديستورشن، والبلاستيك هيعمل لي رفنس في الانفستمنت، اوكي. طيب قال لي ايه كمان؟ قال لي الاتاتشمنت، الاسبرو امسكه ازاي؟ كده اهو زي كده، زي الصوره دي كده ستريت كده اهو، طبعا بيبقى الداي هنا اهو، اوكي، الداي تبقى هنا، ودي دي هي البريباريشن، شايفين ما عادش فيها اي معاد، دي المفروض كانها منظر السنه يعني، وده اللي انا رجعته. حلو، اللي عايز يقف يقف على فكره، من الناس اللي ورا عايزين تقفوا تبصوا بصه وتقعدوا تاني، مفيش مشكله، مفيش احراج يعني، اوكي. ده الاسبرو اهو، امسكه كده ولا امسكه كده؟ 45 درجه هاي. ايوه شايفين اهي الصوره دي، معلش مش انا اللي حاطه بتاع دي كده، اوكي. بيقول لي ان انا بمسك امسك ادي الواكس، لازم امسك الاسبرو كده 45، ما امسكوش كده، ما يبقاش 90 درجه، اوكي، ما يبقاش هو
والواكس وعاملين 90 درجه لازم يبقى 45 درجه. حلو؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ انا السبروده هيبقى هو المخرج بتاعي، المكان ده هيبقى مخرج للواكس ومدخل لمين؟ نفس البسبروده مكانه، هيبقى المكان الفاضي بتاعه هيبقى الماكس هيخرج منه، مين اللي هيدخل مكانه؟ المعدن. اوكي؟ تخيلوا كده معايا، لو انا عندي ازازه ميه مقفوله مليانه للاخر، ماشي، ازازه ميه مقفوله مليانه للاخر، ورحت انا دلقاها وقفتها ابرايت كده بالظبط، وجيت فتحتها عشان الميه تتكب، لازم ايه اللي يحصل الاول؟ انا عايزه الميه تتدلق، لو انا قلبها بالظبط كده وبفتح يدخل هوا، عشان لازم الميه تخرج يدخل هوا مطرح، هلاقي الميه تعمل ايه؟ ترغي معايا كده بابلينج. اوكي، البابلز دي بسميها تيربلنس. تيربلنس الفلو بتاعي بقى تيربلنس، نفس الحركه بالظبط لو انا حطيت المعدن، لو انا حاطه ابرايت داون وجيت صبيت المعدن استريت كده، المعدن هيدخل هيقابل الهواء وهو طالع، الهواء هيدخل جوه الايه؟ جوه المعدن، الاقي المعدن طالع لي كله بقى ليه، كله مخرب، كله مخرب. اوكي، فدي اسمها تيربلنت فلو. تيربلنت فلو يبقى انا بحط السبرو 45 درجه مع الواكس تو افويد تيربلنس. تيربلنس مكتوبه فين الكلمه؟ هو كتب لك اير بابل، هي بروستي، هي بروستي اسمها تيربلنس. اوكي، مش مكتوبه هنا، لا ايوه هي، ايوه بالظبط، ايوه هي دي اسمها تيربلنت فلو، اهي الكلمه دي. اوكي، طيب نفس الكلام، يعني هي نفس الازازه اهي، لو انت حاططها 45 درجه اهي ورحت فاتحها عشان تدلق، هتلاقي ايه؟ لما في حته فاضيه من فوق الميه هتخرج من ناحيه، الهواء ايه؟ هيدخل من الناحيه الثانيه، فما يحصلش البقاليل دي ولا اعدي جوه الميه. جربوها في البيت. اوكي، نفس الحركه بالظبط، فانا بحطه 45 درجه عشان كده. يبقى احنا اتكلمنا كده في الاسبوع، عرفنا نوع الماده اللي بيستخدم منها والاتاتشمنت بيمسك في ايه. طيب تخانه السبرو، التخانه بتاعت السبرو بيقول لي ايه؟ بيقول لي السبرو لازم يبقى ادخل من ادخل حته في الواكس باتر. السبرو لازم يبقى تخين جدا، السبرو لازم يبقى تخين جدا. ليه بقى؟ تو افويد حاجه اسمها شرينكج بروستي، تو افويد شرينكج بروستي. بيقول لك ايه؟ تخيل انت عندك سيستم، ماشي، حاجه وليكن انت عامل رودس من الواكس، حته تخينه بعدين حته رفيعه وحته رفيعه قوي، يعني ثلاث اجزاء من الواكس، وعرضتهم كلهم مع بعض لنفس درجه الحراره وسبتهم يبردوا، ما سيحتهمش يعني، طبعا اي حاجه بتتعرض للحراره بيحصل لها ايه؟ اكسبانشن، وسبتهم يبردوا، اي بروده هيحصل معاها ايه زي ما اتفقنا؟ شرينكج. انا عايز اعرف بقى الشرينكج هيكون من ناحيه ايه؟ من حته التخينه للصغيره ولا من الصغير للتخين؟ من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير؟ ها الشرينكج، احنا دايما الشرينكج المفروض ان هو بيبقى ناحيه السنتر، بس في سيستم زي ده يعني المفروض الاثنين مش كده، بس في سيستم زي ده في تخانات مختلفه هلاقي الوضع يختلف، هلاقي الشرينكج كله رايح من الناحيه التخينه اللي احنا رفيعه عشان يعمل لها فيدنج، اولا الكميه دي صغيره فهتنشف او هتبرد اسرع من ايه؟ من ناحيه التخينه، هتبرد اسرع فيحصل فيها الشرينكج بدري، ودي لسه سخنه فالشرينكج كله هيحصل من ناحيتها ناحيه الحته الرفيعه. انا لو عامله بقى المكان ده كله طبعا السبرو بالمتر، ده كله بيتملي متر، بالمنطقه دي بتتملي متر، فهيبقى عندي مكان السبرو ده متر ومكان الواكس باتر متر، وانا صبيت ده كله متر وبعدين مستنياه يبرد، لما يبرد هيحصل ايه؟ شرينكج. لو انا عامله السبرو ارفع من الكراون نفسه، ارفع من اللي كان واكس باتر بقى كراون دلوقتي، هيحصل الشرينكج ناحيه مين؟ ناحيه السبرو. يبقى انا كده بوظت في مين؟ في الكراون، في الكراون نفسه. لو انا عامله السبرو رفيع قوي عن الكراون، الشرينكج هيحصل ناحيه السبرو بما ان هو ارفع، فيحصل لي حاجه اسمها شرينكج بروستي، يحصل خرم نتيجه الشرينكج، اسمه كده هولز نتيجه الشرينكج ده. فبالتالي انا بعكس، بعمل السبرو تخين قوي بحيث ان الواكس باتر يبقى ارفع منه، وبالتالي لما يحصل شرينكج يحصل ناحيه مين؟ يحصل ناحيه الواكس باتر، هو هيبقى معدن بعد كده وخلاص مفيش مشكله، ولا السبرو يبوظ يبوظ، ما انا هقطعه اصلا بعد كده الحته دي، حتى لو اتحولت معدن انا هقصها بالمكان يعني. اوكي، فانا بحب بعمل السبرو ده عشان يعمل لي دايما فيدنج عشان يعوض الشرينكج اللي حاصل فيدنج. وعشان كده قال لك نعوض القصه دي ونعمل حاجه اسمها ريزرفوار، دي بس كده ايه، عشان نعوض القصه دي بنعمل حاجه اسمها ريزرفوار. احنا بقى من نفسنا نحط حته شمع تخينه اهو، يعني اسبرو اهو رفانطه اهو، نحط احنا حته شمع تخينه اهي، وبعد كده نركب فوقيها او نمسك فيها الواكس باتر، بتفضل اسمها ريزرفوار، من اسمها مخزن، ريزرفوار يعني مخزن بالفرنساوي. اوكي سوري، فيفضل عندي الحته دي هتلاقي الاسبرو ينشف والواكس باتر ينشف، ودي
ودي اخر حته تنشف لان هي فيها اتخن كميه معدن. اوكي فيفضل ياخد منها على طول لحد ما ينشف، هو ما يحصلوش حاجه حتى لو هي حصل فيها شويه كشاشات مش مشكله، ما انا هقطع من هنا من عند التشم ده هقطع الحته دي وهقطع بقى. اوكي دي اسمها بعد ما يتحول ده كله المعدن انا هاجي من ناحيه الاكس الكراون بس وهقطع حته زياده وهرمي ده مش عايزاه، ويفضل بس المعدن وفنش انا عامل مش تعمل لي مشكله كبير. اوكي طيب يبقى احنا كده عرفنا الاتشمنت دايركشن. طيب طول السبرو بقى قد ايه؟ عرفنا الدايركشن والتخانه والماده اللي بيستخدمها. طيب طوله يبقى قد ايه السبرو ده؟ قال لي المفروض ان هو لا يبقاش طويل قوي ولا قصير قوي. طب انا هحكمها ازاي دي؟ قال لي احنا بنحط كل ده في كاستنج رينج بتبقى ليها قاعده، قاعده ايه رابري وبعدين اسطوانه معدنيه. اوكي بيقول لي المفروض ان انت تسيبي مسافه ما بين اخر اهي ما بين اخر الواكس باتر واخر الرنج تقريبا من 6 ل 8 مللي، يبقى السبرو ده تظبطي طوله بحيث يسيب لك في الاخر هنا لان في رنجز طويله ورنجز قصيره. اوكي فهي دي تحكميها بالكمان المنطقه دي، يبقى يسيب لك فوق فوق الواكس باتر على طول 6 8 مللي. طيب لو اقل من 6 هيحصل ايه ولو اكتر من 8 هيحصل؟ المفروض طبعا يا جماعه كل ده الحته دي كلها بتتملي بانفستمنت، يعني بقفل القاعده من فوق بقفل لغايه الاخر بانفستمنت. حلو يعني انا فوق الواكس باتر ده في ايه انفستمنت. طيب لو انا عندي المسافه دي اكبر من 8 يعني عملتها 10 12 يعني السبرو ماله قصير قوي، يعني انا استعملت شورت سبرو عمل لي مسافه اكبر من 8 فوق. اوكي يعني كل المسافه دي ايه انفستمنت. انا بصب في المكان ده معدن ايه سخن، المفروض ان الانفستمنت فاكرين قلنا انه لازم يبقى من خواصه انه يبقى ايه بورس عشان يطلع يعمل سكيب للايه للحراره دي كلها اللي جايه مع المعدن. لو انا عامله مسافه كبيره قوي وصبيت المعدن الحراره عماله تطلع 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 مش هتروح لغايه فين؟ الجاذبيه هتتغلب عليها هتروح ايه راجعه لي تاني راجعه تاني جوه الكاستنج رينج. هتعمل ايه في المعدن؟ الهواء هيروح يزق المعدن لتحت، يبقى المعدن كانه ما مليليش كل الايه كل القالب. اجي اطلع الكراون الاقيه حلو من ناحيه والناحيه الثانيه الاقيها ناقصه، راحت فين دي؟ والله انا ماليه البتاع للاخر، الهواء اللي كان طالع راح زقق لي الايه المعدن اللي تحت. دي بسميها باك بريشر بوروزيتي، ضغط الهواء الراجع باك بريشر بوروزيتي، الهواء راح راجع تاني راح ضغط على المعدن بوظ لي الايه الكراون بتاعي. اوكي يبقى تاني لو انا عامله استخدمها شورت سبرو يعني عامله مسافه كبيره اكبر من 8 مللي فوق الواكس باتر، الهواء السخن اللي جاي مع المعدن وانا بصبه مش هيلاقي مش هيقدر يعمل سكيب، هيلاقي مسافه طويله قوي فهيضطر يرجع جوه القالب جوه المول فيعمل بريشر على المعدن فيعمل لي حاجه اسمها باك بريشر بوروزيتي، ضغط الهواء الراجع بالعربي. اوكي فيعمل لي هول في طرف الكراون الاقي ناقص الكراون وباظت الدنيا. اوكي طب لو انا عامله طويل قوي بقى، لو انا حامله المسافه دي 2 3 مللي بس اقل من ايه من 6 2 3 مللي يعني عامله فيري لونج سبرو، ايه اللي هيحصل؟ انا ادخل هواء سخن بدخله دايما بفورس، خلوا بالكم انا بدخل الهواء السخن ده بفورس يا اما بسنترفيوجال فورس يا اما بفاكيوم بدخله بقوه ضغط. اوكي انا عندي سايبه الانفستمنت ده عامل زي الجبس، هيدخل الهواء المعدن سخن يعمل ايه؟ هيطلع لي من الناحيه الثانيه صغيره قوي قليله قوي. انتوا عارفين يعني ايه معدن سخن يطرطش في كل حته؟ يعني حاجه بالدرجه الثالثه عارفين ده؟ ده على 1000 وحاجه ها؟ فطبعا ايه خطر على بتاع التكنيشن قبل اي حاجه سيبك من الكراون يولع دلوقتي ان انا اعمل انفستمنت رقيق خالص فوق الواكس باتر هيعمل لي كراكنج في الانفستمنت. اوكي ممكن يتخرب خالص يطلع الانفستمنت الميتال من الناحيه الثانيه فلازم اعمل هم ظبطوها بقى لك دي احسن حاجه مظبوطه قوي 6 مللي ل 8 مللي بتظبط لي كل الايه لا تعمل باك بريشر ولا تعمل كراكس في الانفستمنت. اوكي يبقى دي ظبطنا اللينث. ايه كمان؟ ايه اللي تاني؟ سمعت تاني؟ لا طيب قلنا الثيكنس خلاص قلنا انه يبقى ادخن من ادخن جزء في الواكس باترن. النمبر طبعا عددهم ايه حسب ما انا هعمل، يعني لو انا هعمل مثلا 3 يونتس بيستخدموا غالبا 2 بريدج 2 سبرو، يعني لو انا هعمل بريدج بقى مش كراون واحد فمش هقدر اشيلهم بسبرو واحد فبضطر استخدم اكتر من سبرو. لو انا هعمل بارشل دينشر بارشل دينشر بستخدم سبروهات كتيره قوي على فكره بيبقوا مستخدمين مثلا 5 او 6 سبرو وبيربطوهم بيبقى في عندي اكسسوار سبرو بيربطوهم كلهم بمين سبرو زي ما انتم شايفين كده بيبقى
بيبقى ليك ديزاين. يعني انا ده مثلا ده فور يونت بريدج اهو، في ثلاثة اكسسوري سبروس، وفي سبرو كبير، وفي سبرو حته بالعرض، كل ده بعد كده يتحط على ايه سبرو اساسي ويتربط في الـ في الـ في الكاستنج ريك. يعني كل ده بيبقى ديزاين. نعم هنا بقى ساعتها ما فيش زاويه، ما انا عندي الزاويه اهي، الحته دي هي اللي هيدخل منها، هي 45 درجه. انا يهمني المين اللي داخل اول صبه، بس اول ما صب ال المعدن طبعا بيبقى مديت ديزاين ومظبوط، ما تقلقوش احنا ما بنعملش الكلام ده كله. انت عم بعمل اللي بيعمل. اوكي يا دكتور، معلش الجزئيه بتاع اللي احنا هنعمل اكتر من ده؟ لا جزء، لا اللي بعديها اللي هي جزئية الشمع، لو مخزون الشمع ده انا مش فاهم ريزرفوار. اه مش فاهم. ماشي ماشي، بس ملكش غيره. ايوه طبعا طبعا، انا مش هقول لك حاجه، عادي. اوكي جزئية بتاع مخزون الشمع ده. طيب الجزء بتاع الريزرفوار تاني بس اللي مفهوش. اوكي حته الريزرفوار دي يا جماعه تاني، انا عملت السبرو اهو، الحته اللي تحت دي ده سبرو عادي. اوكي بص لها هنا، هنا باين لك هنا. اوكي وبعد كده بجيب حته شمع عاديه خالص مكلكع كده واكورها واحطها فوق، ما فيهاش اي حاجه. وبعد كده كل ده اروح ماسكاه في الواكس بقى، امسكه في الواكس بقى، يبقى هنا من فوق اهو زي حته التصفي التخطيط اللي فوق، ادي واكس بقى المود ريزرفوار، وادي المين سبرو من تحت. بس انا بقلب كل ده بيسيح الشمع واصب معدن، فكل ده كل الحته دي تبقى معدن، كل ده بيبقى معدن. فالمعدن زي ما اتفقنا هو بيبقى سايح الاول، لما بيجي ينشف بيكش، مين اللي يكش الاول؟ هتلاقي الحته دي والحته دي ناحيه الواكس باتر وناحيه السبرو من فوقيها ومن تحتيها، لما يكشوا يسحبوا من مين؟ من المخزن طول الوقت. فتلاقي دي اخر حته تنشف وهي اللي بيحصل فيها اكتر شرنكج، ما تهمنيش في حاجه. ففي الاخر زي ما قلت لك انا هقطعه. اوكي بس كده هاي. نيجي بقى الخطوه اللي بعد كده، ادي كده كل اللي عرفناه عن السبرو، في اي نقطه ناقصه؟ حد ضايع منه حاجه؟ اوكي طيب انا خلاص اخترت السبرو وظبطت الطول بتاعي والكلام ماشي. هاجي بقى بعد كده همسك قاعده الكاستنج رينج اسمها كروسبل فورمر، كروسبل فورمر. اوكي بحط فيها، هي بيبقى فيها خرم صغير كده، بحط فيها هي كمان واكس، وبمسك بقى ايه السبرو بالواكس باتن فوقيه فيها، وبعد كده احط الايه الكاستنج رينج حواليه. قبل ما اصب الانفستمنت ببطن الكاستنج رينج بلاينر، دي الكاستنج رينج اهي الحلقه، ودي الكروسبل فورمر عليها الواكس باتر وايه وسبرو. قبل ما احط الكاستنج رينج بحط فيها لاينر، اللاينر ده عامل زي ورق النشاف ده او ورق تواليت او وات ايفر، هي ورق كده خشن محبب كده. اوكي ببله في ميه واعصره كويس ما يبقاش في ميه، واروح حاطاه في قلب الرينج. ايه فايدته؟ قال لي ليه اربع وظايف، ليه اربع وظايف. اوكي بيقول لي ان هو كرييت سبيس ماشي عشان يساعد على الانفستمنت على الاكسبانشن، احنا مين الاكسبانشن مهم جدا في الانفستمنت عشان يعوض الايه الشرينكج اللي هيحصل في الميتال بعد كده. كمان لما هي مبلوله قالوا الانفستمنت ايه انه يحصل له هايجروسكوبيك اكسبانشن، فيزود الاكسبانشن، كميه الاكسبانشن عشان يعوض برضو الشرينكج، يبقى تاني يدي مساحه الاكسبانشن بتاع الانفستمنت، ولما هي ويت تساعد على هايجروسكوبيك اكسبانشن. ايه كمان؟ بتسهل فك الكاستنج رينج في الاخر من بعضها. فك الدنيا من بعضها في الاخر، مفيش مشكله من دي. وبعدين بيقول لك انها ريجوليت الهيت ترانسفير، ريجوليت الهيت ترانسفير، يعني انا ممكن لو انا عندي الحراره مش متوزعه كويس وانا بسيح او انا بسخن او انا بصب المعدن او ايفر، اللاينر تاخد الحراره وتوزعها مظبوط على كل اجزاء الرينج. اوكي يبقى ريجوليت ذا هيت ترانسفير، يبقى هما اربع وظائف. اوكي بيجي قوي في الكتير قوي في العملي، في العملي اكتر حاجه اللاينر، وظيفه اللاينر. اوكي طيب حطينا اللاينر، بنروح حاطينها حوالين الايه الواكس باتل جوه الكروسبل فورم، وبعد كده نعجن مين؟ الانفستمنت. الانفستمنت ممكن يقول لك، بيقول لك العجن بتاعه يا اما بيبقى هاند يا اما بيبقى ميكانيكال ميكسنج، يبقى يا اما بيبقى هاند. طبعا مين افضل؟ الميكانيكال، اللي بيعمل بروبر ميكس وبيطلع كل الايه الاير باكس. اوكي طيب لما اجي اصبه بقى جوه ايه جوه الكاستنج رينج، قال لي في طريقتين، يا اما وان ميكس تكنيك يا اما دبل ميكس تكنيك، يا اما ان انا اصبه دايركت دي ما فيهاش حاجه، اصبه صبه واحده واملاها واسيبها تنشف، يا اما ايه قال لي ان احنا بنعمل عجنتين من الانفستمنت، واحده بالبروبورشن ده مظبوط وواحده ثانيه خفيفه شويه مزوده الميه.
او مزوده الليكويد ايا كان، وباجي بالخفيف ده قوي بالفرشه واروح حاطاه كويس على السيرفس بتاع الواكس باتن بالفرشه. يعني بمسك الانفستمنت احط بين الفرشه واروح ادهن بيه الواكس باتن كويس قوي. ليه بعمل الحركه دي؟ عشان الفايند ديتيلز. طب ليه اللي يخوفني من ان انا لو صبيته صبه واحده ما هي ممكن تديني الفايند ديتيلز؟ ليه بعمل الدبل ميكس؟ يعني ليه بالذات بمسك فرشه وادهن الواكس وابقى متاكده ان الواكس اتدهن كويس بالانفستمنت؟ قال لي عشان الواكس باتن هيدروفوبيك، هيدروفوبيك والانفستمنت معجون بميه، ممكن انا اول ما اصبه الواكس يروح ايه يبعد الانفستمنت عنه يكونوا هيدروفوبيك، فيبقى مكبر لي القالب. القالب بتاعي لحد هنا، انا بصب الانفستمنت نازل نازل نازل، المفروض يغطيه كده، الاقي الواكس يروح بعده شويه، فالقالب بتاعي بدل ما بقى اخره هنا بقى اخره هنا، فبقى مش دي الدايمنشنز بتاعت الكراون بتاعي. فانا بحط ايه بقى ضمانا اكتر؟ بحط حاجه اسمها سيرفاكتنت. الاول قبل ما احط الانفستمنت بدهن الواكس باتن بسيرفاكتنت عشان ازود او اقلل السيرفس تنشن، ازود السيرفس انرجي بتاعته، اوكي. وبعد كده بعمل الدبل ميكس تكنيك، احط الميكس الخفيف ده الاول. طيب الميكس الخفيف ده حوالين الواكس باتن ما هيبقى ضعيف لما ينشف، ما هيبقى ضعيف الميه كتيره. بعد ما بعمل الحركه دي بجيب الباودر بتاع الانفستمنت وارشها فوق، اوكي، فالباودر هتمص الايه الميه الزياده. وبعد كده اعمل ميكس عادي خالص واكمل ايه املى كل الايه الكاستنج. ده الدبل ميكس تكنيك. يبقى تاني بعمل عجنه خفيفه وعجنه عاديه نفس البروبورشنز. الخفيفه بعد ما بحط السيرفاكتنت على الواكس باتن بحطها هي كمان بفرشه، وبعد كده احط باودر من الانفستمنت تمص الاكسس ووتر، وبعد كده احط الايه الميكس البروبر، البروبر ميكس بتاع الانفستمنت املى كل الكاستنج واسيبها ايه اسيب الانفستمنت يحصل له ايه ينشف، تمام كده. بعد ما ينشف بقى اعمل ايه؟ افك الايه الكروسبل فورمر اللي هي القاعده البيس بتاعها. القاعده بتبقى معموله من مطاط فما ينفعش ايه اسخنها لحسن تسيح، فبفكها. يبقى عندي دلوقتي لما ابص على الكاستنج رينج من فوق اشوف ايه اللون الابيض بتاع الانفستمنت، لو بصيت من تحت الاقي ايه الاقي دايره بيضة وجواها نقطه ايه لون الواكس لون الاسبرو، سواء كان ازرق بقى اخضر واتيفر، نقطه كده نقطه زرق. بعمل ايه للواكس؟ بس بسيح واعمل واكس اليمينيشن. طبعا بيبقى فرن مخصوص للواكس، بيبقى واكس اليمينيشن فرن، بحطه يسيح الواكس كله، بخرجه من الواكس اليمينيشن فرن ادخله في فرن تاني اعلى في درجه الحراره تقريبا 700 درجه مئويه. ليه بقى؟ ليه بعلي درجه حراره الانفستمنت شويه؟ عشان حاجتين. ها؟ عشان احصل على الاكسبانشن، برافو، بتاع السيليكا، ماشي، عشان احصل على الاكسبانشن بتاع السيليكا، وايه كمان؟ وعشان ما يبقاش الانفستمنت بارد قوي بالنسبه للايه للمعدن اللي داخل، فيحصل ايه للانفستمنت؟ هيطرشق كله لان ده رمله ازاز، اوكي، هتفرقع كلها. فدي سببين، يبقى عشان ما يبقاش فيه ديفرنس ان هيت ما بين الانفستمنت والمعدن اللي داخل، فيحصل لي كراكنج في الانفستمنت، ماشي، بتعمل لي حاجه اسمها فينز اند سباينز، الاقي الكراون طالع لي في شوك لان انا حصل تشققات اول ما صبيت المعدن، التشققات دخل فيها ايه المعدن، الاقي الكراون طالع لي عامل سبايك، اوكي، سبايك بالظبط، اوكي، فاسمها سبايكس او فينز، اوكي، فما ينفعش، فلازم اسخنه شويه عشان فرق الحراره ده. والحاجه الثانيه عشان اوصل للاكسبانشن بتاع السيليكا، عشان برضه يبقى انا في عندي اكسبانشن بتاع السيليكا اللي هو بتاع الترانسفورميشن من كوارتز لكريستوبال اللي بحصل عليه عشان يعادل الايه يعادل ايه الاكسبانشن ده عايز عشان يعادل ايه الشرينكج اللي حصل. خدوا نفس خدوا نفس خدوا نفس ربنا خلصها خدوا نفس لا زي ما انت بلح فيه نقطة معنا اتنفر نقطة اتنفر حد مع ميه؟ لا قولينا اللي فيها حد ميه؟ لا يستعب عليك بلد بيشيلوا ازاي؟ بتصل عليك؟ اثنين اربعة ست ثمانية وقف تسجيل وقف تسجيل وقف تسجيل. خلاص انا دلوقتي عليت درجة حرارة الكاستنج رينج بالانفستمنت اللي جواه. دلوقتي هو مستعد، ماشي، بقى عندي قالب فاضي اسمه مولد، بقى عندي قالب فاضي الواكس طالع منه، وقالب عندي فاضي درجة حرارة وصل لها معقولة عشان تستحمل ايه انها تستقبل الايه المعدن.
لما بجيبها طبعا عندي يا جولد الوي بسميتال الوي. المعدن ممكن ايه اول حاجه لازم اسيح. طب خلاص بعدين نبقى نحكي في القصه. ماشي المعدن ممكن اسيحه بطريقه من اثنين، يا اما هاند ماشي هاند بسيحه بتوش ماشي، يا اما فرن. الفرن ما فيهوش مشكله ان انا ادخل المعدن وبظبط درجه الحراره بيسيح عليها ويسيح ما فيش مشكله. انما التوش بقى قال لي كل حاجه ليها التوش بتاعها والا هتبوظ الخصائص بتاعه المعدن. يعني الجولد الوي ممكن نسيحه بالبلو بايب تورش عادي بنار عاديه خالص بلو بايب، بس بسيحه في البلو زون عشان ما يحصلوش اوكسيدايزيشن ما يدخلوش اوكسايز. اوكي تورش عادي تورش، شفتوا الاوكسياسيتيلين؟ بس ده بقى بلو بايب مش اوكسياسيتيلين، بلو عادي يعني زي النار بتاعه فوق البوتاجاز ماشي بيسيح. اوكي بس احاول ان انا اركز على التسيح بتاعه في البلو زون عشان ما ادخلش اوكسايز. انما البيز ميتال الويز درجه حراره البلو بايب ما تنفعش معاها ما تكفيش للسياحه، فبستخدم الاوكسياسيتيلين ساعات مع البيز ميتال لو انا عايز اسيح بايدي. اوكي وبركز بقى ان انا ما ازودش نسبه الاكسجين ولا نسبه الاسيتيلين اللي هي كربون كلها. اوكي عشان الاكسجين هيعمل اوكسيديشن والكربون هيزود لي الكربايتس وهناخد الكلام ده. خدتوه بتاعي خدتوا مشكله الكربايتس في البيز ميتال. اوكي طيب والله خدتوه معلش بس اللي بيحب. اوكي والله بنعبر بلاش بس اللي بيفهم بس جت الجهه. طيب قال لي سيحنا يا عم بنفهم خلاص سيحنا المعدن عايزين نصبه بقى. اوكي قال لي في طريقتين للصب زي ما في طريقتين للتسيح في طريقتين للصب، يا اما سنترفيوجال كاستنج ماشين مكنه طرد مركزي. اوكي بحط بتبقى اللي سيحت فيها دي بتبقى اسمها بوتقه كروسبل بس مش كروسبل فورمر. اوكي البوتقه اللي بسيح فيها دي بيبقى فيها هول، بحط الهول بتاعت القالب قدامها قدام بعضيه واسيح في الهول دي والف الايه الكاستنج ماشين. هشوف الكلام ده حالا في الفيديو. اوكي يروح داخل على طول المعدن جوه الايه جوه القالب او بمكنه بفاكيا بتمص الحراره، بحط الكاستنج رينج مقلوبه بحيث ان الهول بتاعت القالب تبقى لفوق وبحطها على مكنه بتمص الهواء بتعمل ساكن بتفرغ الهواء. يعني طب هتفرغ الهواء ازاي من خلال الانفستمنت؟ ما هو مخرب الانفستمنت بيبقى بورس. اوكي فتفضل تفرغ الهواء. انا اصب المعدن من فوق زي البراد كده زي التورس، اصب المعدن من فوق هي يروح الايه الهواء ايه يسحب الهواء وياخده معاه. دي فاكيوم. اوكي اندر فاكيوم دي بتنفع في الحاجات الخفيفه زي التيتانيوم. احنا قلنا الحاجات دي ما بينفعش معاها مكان الطرد المركزي ضعيف عليه، فمحتاجه حاجه ايه تساعد في انها تملى كل الايه كل الايه. بعد ما نخلص لان بيبقى هو لونه ريد جدا بصبه هو لونه ريد، اول ما بيتحول لبلاك بعمل كوينشنج حسب بقى نوع الماده. اوكي وبعد كده ابدا اعمل له فينيشنج وبولش. اوكي في حاجه مش مفهومه كده؟ طيب هتلاقوا عندكم احنا الديفكتس قلناها في السكه عشان بس ما عيدهاش تاني. ليه ممكن يحصل ديستورشن للواكس باترن؟ قلناها الديستورشن ممكن يحصل ايه لو الواكس لو السبرو طويل قوي، لو السبرو رفيع، لو السبرو قصير، لو الكاستنج رينج الفيستم ما كانش تخين ما كانش سخن ايه اللي هيحصل؟ الكلام ده كله قلناه في السكه فانا مش هلمهم تاني، هتلاقوهم في اخر الشابتر اللي هي كاستنج ديفكتس. كاستنج ديفكتس الغلطات اللي ممكن تحصل. اوكي Вот это вот, конечно.